لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. أول حاجة كنبغي نوجه الخطاب لجميع السيدات اللي عندها سي زوج تهلا فيه وتحاول ما أمكن تخلق معاه حياة السعادة والهنا، لأنه من اللي غادي يغيب وغادي يغيب لا شك ولا ريب، كلنا غنغيبوا، ومن اللي غادي يغيب غادي يخلي بلاصته كبيرة وكبيرة بزاف. عدد كبير ديال النساء كيتكلموا على فقدان الزوج بحسرة كبيرة. هو معروف عند علماء الاجتماع وعلماء النفس أن المرأة من اللي كيغيب عليها الرجل ديالها كتصب واحد النوع من الاكتئاب، كيتسمى اكتئاب فقدان الزوج. اكتئاب فقدان الزوج سواء كانت الزوج حنين معها ولا كان قاسي معها. إلا كان حنين معها كتستشعر الفقدان ديالو، غتفقد واحد الصدر حنون، غتفقد واحد القلب اللي كان كيرحمها، وثم كتصب الاكتئاب. وإلا كانت معاه في صراع أيضا غتشعر بنفس الاكتئاب، غتقول غاب قبل أن نتسامح، غاب قبل أن نتصافح. في كل الحالات وفي الغالب الأعم المرأة من اللي كيغيب عليها الزوج ديالها راها كتدخل في واحد الهالة ديال الاكتئاب، وأحيانا كتدخل في واحد الحالة ديال المعاناة إذا لقات الصراع بعده على مشكلة تصفية الميراث كما هو لأختنا خديجة. ما أقوله لك أختنا خديجة، أولا عظم الله أجرك وإن لله وإن إليه راجعون. أنت كتبكي على الفقيد وحزن عليه، هذا راه من علامة الإيمان ومن علامة اليقين، حتى اللي ما كيبكي واللي ما كيحزن هذاك الله يسترنا ويستركم راه قلبه ما فيه الرحمة. إذا كان خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما فقد أولاده كان دائما يرى يبكي، خصوصا لما فقد ابنه الأصغر إبراهيم وكان عمره تقريبا حوالي 17 شهرا، بكى بكاء شديدا حتى بعض الصحابة تفاجأوا قالوا حتى أنت يا رسول الله تبكي؟ قال لهم كيف لا أبكي، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه راجعون وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. سيدنا النبي بكى وقال هو بضعة مني، حتى وقع الخسوف والكسوف في تلك الليلة، والصحابة قالوا حتى الشمس والقمر حزينتا لحزن النبي الكريم. فصعد المنبر وخاطب الناس وقال أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته، وأعطاهم مواعظ كثيرة وقاك يبكي وكيقول إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله. فالبكاء والحزن هذه من الطبيعة البشرية، هذا الإنسان اللي فيه الرحمة وفيه الحنان وفيه العطفة راه غادي يبكي، واللي لقيتيه ما كيبكيش ربما يبكي من الداخل، ربما يبكي من أعماق أعماقه، ولكن قد يكون الإنسان ربما عنده شعور آخر الله يغفر لنا وله. على كل حال للا خديجة راه عمرك ما غتنسي هذا الزوج، لأن الزوج ديالك هو أبو أولادك وهو اللي كان كيحضنك، هو اللي كان كيحميك رغم قسوته ورغم شدته. كاين اللي طبعه هكذا، راه ماشي هو بغي يكون قاسي، كاين اللي الطبع ديالو قاسي، كيسموه بعض العلماء الطبع الناري. الناس طبائع، كاين اللي طبعه ناري وطبعه ترابي وطبعه هوائي وطبعه مائي، كل واحد الطبع ديالو. داك اللي طبعه ناري حامي، دائما قاسي، دائما كينتقد، دائما حار، هو طبعه هكذا. ربي عز وجل من اللي خلقنا كاملين وجعل فينا المكونات ديال الطبيعة، حيت حنا خلقنا من تراب، فينا مكونات الطبيعة، فينا النار والتراب والماء والهواء، عاد كاين الروح التي هي من روح الله، وكاين اللي هو ترابي، هذاك لا يضر ولا ينفع، هذاك تلقى دائما هز الراية البيضاء واللي درتوها هي هذيك وانا معكم وسمحوا لي، وكاين اللي طبعه هوائي هذاك زئبقي،
كيكون هنا غدا يعود ليه دغيا كيبدل القميص ديالو كيبدل المواقف كيبدل الانتماءات وكيلقى لها مبرر. وكاين اللي طبعه مائي هذاك مثل الماء في المجرى غادي مع المصلحه فيما كاين المنفعه وكاين المصلحه راه ديالو هكذا هو الناس خلقهم الله تعالى. وكاين الطبع الخامس هو اللي كيكون بوليفالون كيسمعوه كيسموه بانه متنقل مره يكون نار يدفئ الماء ومره كيكون ماء يطفئ النار ومره كيكون تراب يمسك الماء ومره كيكون هواء يدري الرياح وهكذا هو يدور مع الدائره فيما كاين الخيال كيكون معه. فزوجك ربما كان طبعه ناري وكيبان بانه قاسي هو رحيم على اين هو ذهب الان الى رحمه الله والاموات لا يجوز عنهم الا الترحم. ملي كيموت الانسان كفانا من الحديث عنه وعن سيرته الا بالخير كنذكره بالخير ولا ما بغيناش نقولوا نترحم. الله يرحمه الله يوسع عليه الرحمات الله يسكنه فسيح الجنات الله يغفر لنا وله اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره واغفر لنا وله. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا موتاكم بالخير. دابا الان لاله خديجه الزياره ديالك للمقابر راه لا حرج فيها. اي نعم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور لعن الله زوارات القبور. قيل هذا الكلام ذكر في أول الإسلام ويتحدث النبي الكريم عن المبالغات في الزيارة المبالغات في الزيارة. دائما غادية جاية من المقبرة وكانوا كيحدثوا في الجاهلية مجموعة ممارسات ومجموعة أفعال كالبكاء والنحيب وشق الجيوب وندب الخدود ونتف الشعر ويعقدون مجالس للرتاء. فقال هذا الأمر لا يليق. لكن فيما بعد لما نزل القرآن وبدأ ينتشر الإسلام ويدخل إلى القلوب وتهذب الناس آنذاك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف الصحابة محرجين وشاف النساء محرجات باغين يمشوا يزوروا ولكن ما قادرينش يسمعوا هذا الحديث كيخافوا لعن الله زوارات القبور. لكن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد سبق في علمه أن الناس تهذبوا وأنهم تربوا تربية حسنة فقال لهم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال لهم نهيتكم في الأول لأسباب الآن زالت الأسباب زوروها وهي تذكر الآخرة. وقال لهم إذا دخلتم القبور فاعطوها حقها واحترموا آدابها. سألوه ما هي آدابها يا رسول الله؟ قال لهم آدابها أن من دخل إليها يسلم سلام عليكم أهل قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. ثم أن لا يكون هناك اختلاط سافر بين الرجال والنساء. الاختلاط هو وارد الاختلاط يكون حتى في مكة المكرمة في الطواف هناك اختلاط في الصفا والمروة هناك اختلاط في الوقوف بعرفة هناك اختلاط في زيارة القبة الخضراء الاختلاط موجود في كل مكان لكن بأدب واحترام أنه لا يكون الاختلاط في ازدحام بين الرجال والنساء وأن النساء إذا ذهبنا إلى المقابر كيمشي بواحد اللباس محتشم لباس محتشم يوحي بالحزن وكتكون المرأة غاضة لبصرها وخافضة لصوتها فلا بأس كيمشيو للمقبرة وكنديو معنا ما تيسر من الأموال باش نعطو صدقات. كاين بعض الناس ما نسموش متسولين حنا كنا فقراء إلى الرحمن هذوك ساعي البريد يوصلون صدقاتنا إلى دارنا الآخرة. نديو معنا جيبنا شوية عمر ونفقوا على الفقراء وعلى المساكين واللي ما عندناش نقول ليه الله يسهل وربي غادي يسهل على الجميع. هذه هي الآداب ديال الزيارة باختصار شديد. فلا حرج انك تمشي تزوري ولا حرج انك تديري لي واحد الصدقه او وقف. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. هذا الرجل دار معك الخير وانت تعترفين بقدره بديري واحد الصدقه شكون اللي قال لك بدعه؟ منين جاب هذا الكلام؟ الصدقه هي سنه هذا عمل فاضل غندير صدقه جاريه اما غنقصد واحد المنطقة فيها الجفاف ونساهم في بناء بئر إما نديرو بوحدي
واما بشراكه مع مجموعه ديال الناس نفتحوا واحد البئر او نلقى واحد منطقه تحتاج الى مسجد، اما بنفسي واما بشراكه مع الناس نساهموا في بناء مسجد او كتاب قراني لتحفيظ القران العظيم، او نشري مصاحف مطبوعات مصاحف ونوزع هنا وهنا وهنا وهناك. هذه كلها صدقات جاريه، او نقصد دار الايتام، او نقصد دار العجازه، او نقصد المستشفيات ونلقى الناس محتاجين ونعطيهم ما تيسر، كلها صدقه جاريه، كلها نافعه. اللي قال لك هذيك الزياره ديال الفقيد راه التراب هو في البرزخ، اي نعم الانسان كيبقى في القبر ديالو ليل ونهار، القبر اللي كنقولوا فيه ليل ونهار. وانا ذاك يسال من ربك ما دينك ما قولك في الذي بعث فيكم. اليوم الموالي ينتقل الى عالم البرزخ ويلتقي باهله واحبابه ويتزاحمون عليه فيقولون اتركوه انه قادم من عالم مليء بالمتاعب. والبرزخ هو قاعة انتظار، اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار. ولكن فعلا ان ذلك التراب راه هو ديال الشخص، راه هو في التراب في القبر وفي البرزخ، هو هنا وهناك. كيف ذلك؟ لا تستعمل المنطق العقلي في عالم الغيب. المنطق العقلي نحتاج اليه في عالم الشهادة. ربيت انا المنطق العقلي باش نعرف الهندسة، نعرف الزراعة، الفلاحة، الري، الاقتصاد، نعرف قوانين السير، نعرف. اما ما يتعلق بالعالم الخارجي فان القوانين والتشريعات هناك تختلف عما انسناه هنا في الدنيا. فالزيارة لا مانع فيها الاجر، لك اجر ملي غتزوري، لك اجر لانك ملي كتوقفي امام الميت تعتبرين. قال صلى الله عليه وسلم فانها فزوروها فانها تذكر الاخرة. يقال التذكر، والإنسان كيعرف قيمة الحياة بأنها زائلة، ثم غيدعي الميت بالرحمة ويتصدق عليه ولك نصيب في الأجر والتواب. هو كي يأخذ الأجر ديال التواب صدقة، ولكن مثلها صدقت عليه بمية درهم غادي يأخذ هو الأجر والتواب ديال مية درهم، ولكن مثلها صدقت عليه بجرعة ديال الماء غادي يأخذ تواب وأجر ديال جرعة ماء، ولكن مثلها اللي درتيها معاه عندك مثلها، انت ديما رابحة. فنطلب الله تعالى يرحم الفقيد، يوسع له الرحمات ويسكنوا فسيح الجنات. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.